اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد. والنهارده موضوع الحلقه مختلف شويه. عملت من شويه الفيديو بتاع توقعات برج الميزان لعام 2021، اتفرجوا عليه. دلوقتي هنتكلم عن موضوع مين هم ابراج الرجاله اللي مش بيحبوا الست الغيوره. يعني هنتكلم في رجاله، في نوعيه ابراج من الرجال بيحبوا الست اللي بتغير عليهم، بيحب يحسوا بشعور الغيره من الطرف الاخر. فانا قعدت حملت اناليتكس وقعدت احلل كده بشخصيات كل رجل، مين هم ابراج الرجال اللي ممكن يكونوا ما بيحبوش الست الغيوره، ومين ابراج الرجال اللي بيحبوا الست اللي معاهم تكون ست غيوره بتغير عليهم بتبين غيرتهم. طبعا عايزه البنات اللي معايا يركزوا جدا جدا عشان يعرفوا هل الرجل اللي هي مرتبطه بيه، سواء جوزها سواء خطيبها سواء حد هي بتحبه، بيحب الست الغيوره فهي المفروض منها تبين غيرتها ولا لا. كالعاده لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا بليز تعملوا فولو وتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. طيب خلونا نبتدي. هنبتدي ال 12 برج. يعني احنا هنقدم ان انا ايه انقذ ما يمكن انقاذه من ضحايا الحرب بتاعته. طيب هنرتب ال 12 برج، مين هم الابراج يعني من الاقل حبا لغيره الست اللي معاه عليه او البنت اللي معاه عليه، للاكثر حبا ان الست تكون غيوره عليه. عايزاكم تقولوا لي انتوا برج ايه، او الراجل اللي انتوا معاكوا ده برج ايه وبيحب الغيره او شعور بالغيره ولا لا. اوكي طيب خلونا نبتدي بالمرتبه ال 12. يعني اقل برج ما بيحبش الست الغيوره وما بيحبش الغيره وما بيحبش ان الست اللي تكون معاه او البنت اللي تكون معاه تبين مشاعر الغيره بتاعتها، هيجي عندنا في المقدمه وبجداره رجل برج الدلو. رجل برج الدلو يا جماعه بيعشق حريته، بيحب الحريه، بيحب الانطلاق، ما بيحبش الارتباط والكوميتمنت، هو مش رومانسي قوي. فبالتالي رجل برج الدلو من رجاله الابراج اللي مش عاشقه للست الغيوره، بالعكس هو مش عايز خنقه، مش عايز حد يحبطه، مش عايز حد يقلل حريته، مش عايز حد يقلل انطلاقه. فبالتالي لو حس ان الست اللي معاه او البنت اللي هو مرتبط بيها او مراته غيوره جدا، تلاقيه مخنوق كده مش مبسوط، لا هو عايز ينطلق، عايز حريته، عايز يطير يعني. فرجل برج الدلو هو من اكثر، يعني هو برج هوائي، فبالتالي هو ما بيحبش الخنقه، انا عايز انطلق، سيبوني في حالي، سيبوني اطلع وانطلق. طيب في المرتبه ال 11 هيجي عندنا برضو برج هوائي، وهو ما بيحبش الست الغيوره، ما بيحبش الخنقه، ما بيحبش اللك كتير، ما بيحبش الكلام كتير، وهو رجل برج الجوزاء. رجل برج الجوزاء طبعا برج هوائي منطلق، بيحب حريته، الجوزاء عاشق لحريته، عاشق للانطلاق، عاشق لكل ما هو ليه علاقه بالحركه وبالتنطيط. فهو عايز يخرج مع اصحابه، عايز يسهر مع اصحابه، مش عايز حد يقوله رايح منين، جاي منين، اتاخرت ليه، بتكلم مين. فرجل برج الجوزاء ما بيحبش الست الغيوره. يجي عندنا في المرتبه الثالثه عشان نقفل كل الابراج الهوائيه، وهيجي برج الميزان. برج الميزان برضو هو راجل بيحب حريته، بيحب ما بيحبش يعني الخنقه قوي، ما بيحبش حد يقول له انت رايح فين وبتعمل ايه. وهو كمان بالرغم ان برج راجل برج الميزان يحب الست اللي تاخد له قرارات وتبقى ايه، هي متوليه حته القرارات، بس ما تخنقهوش، يعني ما تبقاش سته خنيقه، لان هو ملول جدا وبيزهق بسرعه. وبيبقى خلاص بقى مش عايز خلاص. وهو برضو من الرجاله بتحب حريتها، بيحب انطلاقها، وهو راجل بيحب كده ايه يعيش حياته، ما بيحبش الست الغيوره النكديه يعني. فيبقى احنا خلصنا كده كل الابراج الهوائيه، لان طبعا الابراج الهوائيه هي من الابراج اللي بيحبوا الانطلاق، يعني بيحبوا كده الحريه، بيحبوا التنطيط، فمش عايزين حد يجي يخنقهم يقول لهم اعملوا ما تعملوش، وسووا ما تسووش، وانطلقوا ما تنطلقوش. اوكي طيب نيجي عندنا بعد كده، هيجي عندنا يبقى دولت هم الاقل حبا للست الغيوره. لو انت مرتبطه براجل من الابراج دي بلاش تكوني غيوره، بتوضحي غيرتك قوي قوي عليه. طبعا قولوا لي انتوا متفقين معايا ولا معترضين، والناس المعترضه يقولوا لي رايهم. اوكي طيب هندخل بعد كده عندنا في برج هندخل بعد كده عندنا افكر برج مين، برج القوس. برج القوس برضو من الابراج، مع انه هو نيلي، بس هو بيحب حريته، بيحب الانطلاق، ما بيحبش الخنقه، ما بيحبش حد. برضو القوس بيحب التنطيط كتير، الخروج كتير، فمش عايز واحده ست تيجي تخنقه، هو عايز يفضل حر طول حياته. يعني انا دايما بقول برج القوس ده ايكوال عاشق طاير في الملكوت، فمش عايز حد يجي يقيده او يقيد حركته او يقيد اي حاجه خاصه بيه. قولوا لي يا جماعه انتم متفقين معايا ولا لا تحت في التعليقات.
طيب بعد كده هندخل على الرجل اللي هيجي بعد برج الميزان، ودول بقى خلاص بقينا في منطقه وسط يعني. من اول هنا ابتدينا الابراج اللي هم في النص كده، اللي هم بس هم برضو يكادوا يكونوا ما بيحبش الست الغيوره قوي، بس برضو يبقى فيه تكه كده يعني باينين وانت مهتميه بيه، ان انت متضايقه ان هو قريب من حد تاني. مين الابراج دي؟ هيجي عندنا برج الاسد. برج الاسد في منطقه في النص، برج الاسد برج رومانسي شويه او حنان شويه، فمن حين واخر كده هيبقى حابب ان هو يحس ان انت مهتميه بيه، ان انت بتتضايقي لما تلاقي حد قريب منه او حد بيكراش عليه او حد بيحاول ان هو يعني ينال قلبه. فطبعا هو في النص، بس برضه هو ما بيحبش ستر غيوره قوي يعني، هو مش زي الابراج اللي في القمه خالص. اوكي، نتنقل لمرحله بعد كده. انا بشوف رجل برج الجدي. رجل برج الجدي راجل عملي شويه، ترابي، ما بيحبش خلاص، هو واحد مهتم بشغله يعني. اصلا رجل برج الجدي من الابراج اللي صعب ترتبط، مش سهل ان هو يرتبط ومش سهل ان هو يحب، فبالتالي هو عارف واثق في نفسه ان هو خلاص طالما ارتبط بيك وطالما قرر ان هو يقول لك ان هو بيحبك يبقى كده هو عايز استابيليتي يعني، عايز استقرار. فبالتالي رجل برج الجدي من الابراج برضو اللي ما بيحبوش الست الغيورة قوي يعني، هو عايز برضو، بس من حين والاخر بيتبسط لما يحس بغيرتك او لما يحس ان انت بتخافي عليه او ان انت مش عايزه حد يقرب منه، فهو برضو من رجالة الابراج اللي في المنتصف. سيام هي بتضحك. انا تعبت. انت تعمل كده في الفيديو ماشي؟ ماشي. طيب بعد كده يا جماعة ده عمر ابني، بس خلاص بقى انا تعبت نفسي منه، مش عارف اعمل ايه. طيب بعد كده هيجي عندنا برضو رجل اخر من الرجالة اللي هيجوا في منتصف الابراج، اللي هو يعني ما بيحبش الست الغيورة. خلي بالك من الاسكشنو. لا ما بيحبش الست الغيورة، في نفس الوقت من حين لاخر بيحب ان الست تبين غيرته. رجل برج العذراء الترابي، فالعذراء برضو من الابراج اللي هتيجي في النص، لان هو نص يعني ايه يعني ما بيحبش خالص الست الغيورة، بالعكس هو عايز حريته. العذراء يا جماعة يعني uncommitment، هو ما بيحبش الكوميتمنت، ما بيحبش التأييد، بيحب يبقى اندبندنت يعني، فهو ما بيحبش الست اللي تخنقه وتبقى بتغير عليه. في نفس الوقت من الحين لاخر كده هو بيحب يحس ان انت لا انت مهتميه بيه، فالغيره نوع من انواع الاهتمام، فهو هيتبسط لما يحس ان انت مهتميه بيه وبتغيري عليه. طيب احنا كده وصلنا للابراج بقى اللي في المنتصف يعني، خلاص دول بقى بيحبوا يحسوا بالغيره، بس هناخدهم بالترتيب ماشي. هيجي عندنا رجل برج السرطان. رجل برج السرطان هو شخص رومانسي، شخص حنين، شخص عاطفي ايموشنال، فبالتالي هو غيور جدا على فكره، بس هو من الابراج اللي بيحب من حين لاخر ان الست اللي معاه تكون غيوره، بتخاف عليه، بتساله انت رايح فين جاي منين، يعني هو بيحب يحس بالغيره لان هو بيعتبرها مقياس من مقاييس الحب. انا كرشا برضه على فكره بحس ان الغيره مقياس من مقاييس الحب. طيب بعد كده هندخل على رجل برضه من رجاله الابراج، من رجالة الأبراج المائية، وهو رجل برج الحوت. رجل برج الحوت برضو رجل حنين طيب رومانسي، بيهتم جدا جدا، فهو بالتالي برضو عايزك تهتم بيه، عايز يحس باهتمامه بيك، عايز يحس ان انت بتخاف عليه، عايز يحس ان انت بتغيري عليه، عايز يحس ان انت مثلا حد يقرب منه انت بتبقي متضايقه، عايزه ليك لوحدك. فهو خلاص بقى ده من الاول كده، ده ابراج بيحب يحس ان انت في حراره كده في المشاعر، في مشاعر، في حراره في المشاعر، هو بيخاف عليكي، هو انت بتخافي عليه، بتخافي على ان حد يقرب منه، حد يبقى يعني بيحاول ان هو يكون اكثر قربا لي ماشي. طيب قولوا لي يا جماعه انتم مرتبطين ببرج ايه في الرجاله، وهو بتشوفوا ان هو شخص بيحب الغيره ولا بيتضايق منها جدا. طب وصلنا بقى للتوب 5 يعني، مين اكتر خمس ابراج عاشقه للغيره يعني، بيحبوا الست الغيوره بقى يعني، وبيبقوا مبسوطين اكتر، بيحسوا ان ده نشوه في الحب كده. انا قعدت ارتب فيهم كتير قوي 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 يعني، قعدت احاول ارتبهم علشان نعرف مين توب 4. وما فور لسه فاضل الاربعه. طيب عندنا في المرتبه هم فاضل 3 ولا 4؟ استنوا كده اقولهم لحظه، معلش يا جماعه بحل مشاكلي مع عمر. طيب خلاص، يبقى مين اكتر رجاله بيحبوا يحسوا ان الست اللي معاهم بتغير عليهم، بيحبوا يحسوا بالشعور بالغيره، بيحبوا يحسوا بمشاعر الغيره؟ هيجي عندنا في المرتبة التالتة رجل برج الحمل. رجل برج الحمل من اول ما ترتبطي بيه وانت حاسين انت بتغيري، حاسين انت بتخافي عليه، حاسين ان انت مهتمية بيه، ان هو عاشق للاهتمام، هو شخص حساس حنين رومانسي. فانا يا جماعة بحب رجل برج الحمل جدا 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 يعني، من اكتر الرجالة الابراج اللي انا بحبها حمل طبعا. فالحمل بيحب الست اللي بتخاف عليه، اللي بتبين مشاعرها، الاكسبرسيف، لان هو شخص اكسبرسيف بيبين مشاعره، فهو بالتالي
بيحب برضو الشخص اللي معاه يكون بيبين مشاعره وبيبقى اكسبرسيف زيه ويبقى بيبين المشاعر الحقيقيه بتاعته. فبرج الحمل لو انت مرتبطه براجل برج الحمل هيبقى بوزيتيفلي او صحي ان انت لما تكوني متضايقه او حاجه تبيني غيرتك. اوكي طيب مين بقى المرتبه الاولى والثانيه؟ انا شايفه في المرتبه الثانيه وبجداره بيجي عندنا رجل برج العقرب. رجل برج العقرب غيور جدا جدا جدا، هو بيشوف ان الغيره ده نوع من انواع البروتكشن، الحمايه، نوع من انواع الاهتمام، نوع من انواع الحب، نوع من انواع التعب، ماشي، نوع من انواع التعبير عن المشاعر. فالرجل زي ما هو بيحبك وبيغير عليك وبيخاف عليك وعايزك تبيني، خلاص سيبيها سلام، سيبيها سلام، هي مش هتقع، وعايزك تبيني بيبين مشاعره بالغيره، هو كمان عايزك تستخدمي نفس الاسلوب، وخاصه الغيره الاندايركت، يعني اللي هو بتبقى بالنظرات كده بالاكشن، يعني مش بقى تقعدي تتخانقي معايا وتعملي لي مشاكل يعني. طيب نمبر 1 طبعا اكيد عرفتوه، اكتر برج بيحب الست الغيور اللي بيبين اهتمام بالغيره، اللي بتخاف عليه، اللي بتحس ان هو يعني لان هو عنده حب تملك، وهو عايز الست اللي معاه كمان يبقى عندها حب تملك وحاسه ان هو ملكها هو لوحده. هو رجل برج الثور الترابي، وهو بياخد المرتبه الاولى بجداره. رجل برج الثور من الابراج الغيوره جدا جدا، العاشقه للحب، اللي عندهم حب تملك وحب امتلاك قوي جدا جدا، فلما بيحبوا حد بيحسوا ان الحد ده بتاعه لوحدهم، فبالتالي هو كمان عايز البارتنر بتاعه، الشخص اللي هو مرتبط بيه او الشخص اللي هو بيحبه يبين المشاعر دي، يبين مشاعر الحب، يبين مشاعر الاهتمام، يبين مشاعر الغيره، لان هو عنده الغيره اسلوب حياه. يعني نمبر 1 صفه بصفات برج الثور ان هو غيور، فبالتالي هو بيحب البارتنر بتاعه، الشخص اللي هو مرتبط بيه يكون غيور عليه، يكون بيخاف عليه، يكون بيحسسه بالحب ده. فلو انت مرتبطه برجل برج الثور وانت غيرانه او متضايقه او حاسه ان في حاجه غلط، عبري بي فيري اكسبرسيف وعبري عن الغيره بتاعتك. لو انتوا اخدتوا بالكم ان تلات ابراج اللي هم المراتب الاولى هم اكتر تلات ابراج غيورين، يعني حمل غيور جدا، العقرب غيور جدا، الثور غيور جدا، فالابراج دي هم بيشوفوا الغيره ده نوع من انواع البروتكشن او الحمايه او الحب، عشان كده بيبقى مهم، وهم عاطفيين كمان ورومانسيين، التلاتة دولت رومانسيين جدا، فعندهم الغيرة مقياس الحب. قولوا لي بقى انتم متفقين معايا ولا لا، انا بحب اسمع رأيكم جدا، بس انا قعدت ذاكرت كويس عشان اقول، يعني انا مش قايله الموضوع ده هباء، يعني الموضوع ده اتعمل عن طريق اناليتكس، وقعدت افكر كده وارتب الابراج واجيب ده فوق وانزل ده تحت، فانا واثقه في الترتيب بتاعي جدا جدا. ممكن الناس تكون معترضه عليا او يعني شايفين ترتيب مش مظبوط، لان شايفه ناس بتكتب ده لايف، عشان الناس بتكتب لا انا مش عارفه ايه، فانا متاكده، بس انتوا قولوا لي رايكم. بس انا شايفه ان التوب 3 او توب 4، هقول التوب 4 في موضوع الحب، الست الغيوره، الغيوره جدا جدا، يعني انا بيجوا معايا هما حوت، راجل حوت، الراجل الراجل الحمل، الراجل العقرب، الراجل الثور، واكتر اربع ابراج ما بيحبوش الست الغيوره، هيبقى دلو، هيبقى جوزاء، هيبقى ميزان، هيبقى قوس. قولوا لي رايكم، بحبكم جدا جدا وبشكركم، عايزه كل الناس اللي عندي هنا على انستغرام يدخلوا عندي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شانل، وثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم فيديو تاني، وباي باي. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتس.